خلال مناقشة مشروع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، رد وزير العدل مقاسم زغماتي على انشغال طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة يخص طريقة تشكيل هذه السلطة محلياً، وقال الوزير حينها إن مصطلح التعيين لم يرد في المشروع، وأن انتخاب النظراء هو المعتمد محلياً ومركزياً. ورد في التدخل كلمة تعيين، في اعتقادي أن المشروع القانون الموضوع أمامكم لم ترد فيه كلمة تعيين، لم ترد فيه كلمة التعيين. المعيار المعتمد هو الانتخاب من قبل النظراء. ما معنى ذلك؟ الانتخاب لن يقتصر على المستوى المركزي. بعد تنصيب سلطة الانتخابات، قال رئيسها إن الأمور لم يكن للصندوق فيها نصيب، وأن الأمر تم بالتعيين والتوافق من قبل السلطة وامتدادتها. نفس المسعى، نفس المبدأ انت على هذيك، هي السلطة تعين من دبي، ولكن بالتشاور دائما لا ديمارش كونسنسيال. ايه لا امتدادات السلطة، يقول لك امتدادات السلطة الترتيب عليها مسيحية درك، ماهيش يعني قال زعما حاجة غريبة ولا مسيحية توافقية. هذا يشاور هذا واش خوي واش كيش ما عندك اسم انت كيش ما كذا كيش ما كذا، واحد يقول واحد ما تخموش على فلان. ها احنا هذا كبير، هذا المكتب راه ما فيه 10 من الناس، فهمت؟ هذه إقرار محمد شرفي بصعوبة التوفيق بين آراء زملائه في سلطة الانتخاب على المستوى المركزي يزيد من وجاهة تخوف البعض من كيفية تشكيلها محليا. اقترحنا أن المشكل نتاع التمثيل هنا بالنسبة إلينا في الولاية، في ولاية خنشلة عندنا العراش، كيف سيكون هذا التمثيل وبالأخص المجتمع المدني؟ يا هل ترى تكون فيه يعني تحقيق ولا مقاييس نتاع التعيين حتى نحافظ على نزاهة الانتخابات؟ ثقة الشعب مراد أجمع الكل على أنه الضمانة الوحيدة لإنجاح موعد 12 ديسمبر، لكن يبدو أنه صعب المنال في ظل اختلاف الرؤى بين فواعل المرحلة.